السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من ملف النزاعات العشائرية والفوضى الأمنية في العراق. إذ اندلع نزاع عشائري طاحن كما وصف في مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الشافي شمال البصرة، استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة. دعونا نشاهد. هذا شو شوف الرمي الرمي هذا الدور كله عشوائي ده شوف 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 أنا جدا شوف الرمي تكون طافي تقوم بدنا تنام عند أهلك وإحنا هنا قاعدين شوف شوف أبا نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر لنزاع عشائري آخر في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، لنشاهد. مستمرون معكم مشاهدينا ضمن نفس الموضوع إلى مقطع آخر يبين التدهور الأمنية وتصاعد معدلات الجريمة والسرقة في ظل الأعداد الكبيرة من القوات الأمنية والتخصيصات الهائلة، لكن دون نتائج واقعية، حيث تحدث مواطن من بغداد عن عمليات تسليب علنية في وضح النهار وسط غياب أي دور للقوات الأمنية في حماية المواطنين وممتلكاتهم من تلك العصابات، لنشاهد. عم السلام عليكم، هاي نصيحة للسواق اللي يجون على الدولي، دولي ما الدورة جديد، شوفوا هاي تسليب علني، دير بالكم عمي، تسليب قاعد يسلبون، اليوم الصبح خطية واحد سلبوه، ضربوا السيارة مالته طابوقه وقف سلبوه، انتبهوا عمي لا توقفون، دير بالكم، زين، تسليب دير بالكم انتبهوا، قاعد يسلبون فلوس ياخذون موبايلاتكم وياخذوها. مشاهدينا نستمر أيضا ضمن ملف الفوضى الأمنية. تحدث ناشط من محافظة النجف عن خلو مركز شرطة ميسان في قضاء الكوفة من ضباط التحقيق، لنشاهد. اللي خلفي مركز شرطة ميسان، مركز شرطة ميسان في قضاء الكوفة، تدرون هذا مركز شرطة ميسان صار له أسبوع ولا ضابط تحقيق، كان بي ثلاث ضباط تحقيق، ثلاثتهم نقلوهم، قائد الشرطه من تريد تنقل ضابط غير اكو واحد بديل، تعرفون شنو يعني ماكو ضابط تحقيق؟ معناه شكو دعوه متوقفه، شكو جريمه تصير ما راح يحصل حق المشتكي. تدرون انتم عدد المنتسبين مال قياده شرطه النجف 21,000 العدد، 21,000 منتسب عندنا، شلون؟ وهذا مركز ميسان ما بي ولا ضابط تحقيق. تدري حماية المراجع 4,000، حماية المسؤولين والسياسيين 2,000، ها الباقين ايش قد؟ باقين 9,000، 9,000 منتسب، وينهم يا قائد الشرطة؟ مركز شرطة ميسان ما بي ولا ضابط تحقيق، هاي صايرة؟ هاي معناها يعني شكو جريمة تصير حي ميسان ما راح يتعاقب عليها المجرم. تدرون اغلب الضباط المراكز ما عندهم مفوضين وياهم يساعدونهم، تدرون اغلب حالات الهروب اللي يصير من المحكمه، اللي يصير من الدوريات، اللي يصير هاي، تدرون ليش؟ يعني مثلا اذا 20 واحد متهم ويا 2 منتسبين، طبعا ايش رد؟ طبعا ما يظل مجرم.
هذا تقصير من قائد شرطة النجف. أتمنى يعالج هذا التقصير، وأتمنى من وزير الداخلية يتدخل بهذا الموضوع، لأن صايرة مراكز شرطة النجف حالة يرثى لها، لا منتسبين لا ضباط، لا أكو حتى احترام للمتهم وللمشتكي. نتابع الآن مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. سلام يقول: الأمن مفقود، لا سيطرات لا دوريات، وازدياد حالات جرائم القتل والسطو والخطف، إلى الله المشتكى. تعليق لدينا من عباس الأسدي يقول: وين كاميرات المراقبة؟ وين الدولة؟ نادرة تقول: وين الحكومة؟ حصر السلاح بيد الدولة، الحكومة تقدر بس على الفقير. وحسين يقول: والله ماكو دولة في شمال البصرة، الحكومة ساقطة أبد. هكذا يرى حسين الوضع في شمال محافظة البصرة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا ضمن مواضيعنا التي نطرحها في حلقة اليوم. ناشد مواطنون عراقيون الجهات المعنية للتدخل من أجل حل مشكلة مياه الشرب الملوثة الواصلة إلى منازلهم في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية. لنستمع. أدري إحنا كلهم مظلومين بالكهرباء، مظلومين بالتبليغ، مظلومين بالماء، مظلومين بكل شيء. من تمطر الدنيا نغرق. هسه الماء ايش بيه سيد؟ من الصيف نحترق، فهمونا، غريق وحريق. سيدنا الماء. الماء هسه خالص وتعبان وريحته تطرد لذاك الصوب. احنا ما نعرف شنو الفكرة. كلمة ناشد. احنا الناشد من؟ المحافظة. ابو محمد مايكم شلونه؟ والله ماينا صار اكثر من شهر مزين، بي ريحه كلش مزينه وخايس، يعني لون المجاري، شلون المياه الثقيله، يعني ما كلش مزين، وحتى راح يصير بينا جرب. اذكر اسم المنطقه. منطقة التقية الثالثة. الناشد السيد المحافظ ومدير الماي والسيد عقيل القصير يوصل رسالتنا هاي. احنا هاي منطقة التقية الثالثة، ألف رحمة على موتاكم. معالجة هذا الموضوع بالسرعة الممكنة، لأن كل شيء ولا الماء يسبب هاي أمراض، يعني حتى أمراض صارت فيها جماعة، صارت فيها أمراض جرب وشغلات بالمنطقة، صارت فيها أمراض بعض الأطفال، صارت فيها أمراض بالمنطقة من وراء الماء. مستمرون مشاهدينا مع نفس الموضوع، وننتقل إلى مقطع آخر لأحد المواطنين الذي بيّن بمقطع مصور تلوث مياه الشرب في منطقة التقية الثالثة في مدينة الديوانية. هاي مولاي، احنا الناشد المحافظ، الناشد الإعلان سيد عقيل القصير، ألف رحمة على روح أمك وأبوك. احنا بالتقية الثالثة، شوف الماي مولاي شلون خابوط، ماينا كلش تعبان بالتقية الثالثة، يم الكرينات راح نموت، انتهينا، ما يصلح الكرمون حتى للحيوانات. شوفه سيدنا، شوفه مولاي، شوف الماي، والله وكيلك لو تجي تشتم الريحة تشري الريحة مالتك. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا، وننتقل إلى مقطع آخر. اشتكى مواطنون من شحة المياه في منطقة الزعفرانية ببغداد وسط تجاهل من قبل الجهات المعنية لمناشداتهم. لنستمع. هذا البير الاولي مال اجدادنا، من كان ماكو ماي، كان البكر نايب عريب. اي والله العظيم. زين احنا بيا وكيل، احنا بيا عصر، يعني عصر قلولي. هسه هاي جماعتنا على مدن الميه، والله على مدن الميه ما عندنا شيء غير الميه، ما عندنا شيء. عم لا رايدين منكم مثل ما يقول تبليغ، ولا اريد من عندكم مستشفى، ولا اريد منك متنزه، ولا اريد روضه، اريد بس الميه لعيالي، لانه العيال مثل ما يقول عيال المنطقه. لذلك تعبنا من مناشدات، واحنا الروتين كتلنا وعزانا. اول كتلنا شنو؟ كتابنا وكتابكم، وراح اسجل لجنه واسوي لجنه وسوف. احنا هذا شغلنا. انا اليوم اريد الانسان اللي صاحب اميره وعده انسانيه يجيب مي لهاي المنطقة. صدقوني الانتخابات مقبلة، صدقوني والله العظيم ما عندكم وجه. ترى هاي الوضع يا بابا، طلعتونا من طورنا. هاي نص بغداد، احنا نص بغداد، من يصدق احنا بنص بغداد؟ هاي الكرادة وهاي امانة بغداد.
20 كيلو زين ونطفو على مثل ما يقول مو بس على مثل ما يقول نفط على مي لكن شنو بديكم الحل صدقوني بديكم الحل الحل بديكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء هذه قضية وهذا المي ابيار وبرينة وهذا يعني هذا الطين كم صديق سيدي وين تريدون توصلون بينا وين تريدون تودونا وصلتوا الناس الى مرحلة انه بنص بغداد بنص بغداد وهذا حال بغداد هذا حالهم هذا حال الناس اللي الان يعانون من مشكلة المي مصيبة انه وصلت بينا مرحلة يعني حرامات هذا البلد يكون بهالشكل حرامات بلد النهرين واهله عطاشه نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا طالب اهالي قضاء الرميثة في محافظة المثنى الجهات المعنية باكمال مشروع المياه في المحافظة بسبب معاناتهم المستمرة من شحتها وتلوثها لنشاهد وسط مدينة الرميثة بقضاء الهلال في منطقة آل بوموسة اليوم المنطقة تجمعت بشيوخها بناسها المنطقة تقريبا تضم من السكان من 8000 إلى 10000 نسمة هذه المنطقة قبل سنتين بالتحديد جاها مشروع مال ماي هذا المشروع على أساس يكمل قبل 4 أشهر هذه الناس اللي عددهم 8000 إلى 10000 يقول لك أنا كل صاحب عائلة يروح يمشي إلى مسافات بعيدة بستوتة لو بسيارة من مديرية ماء المثنى حتى يحصل الماي الجهات القانونية قاعدة تسوف أكو نهاوي مثل ما يقول ينهون على المشروع بس ينهي ينهون على المقاول المقاول يعوف ويروح لا قائم مقام تبنى القضية ولا دائرة الماء تبنت القضية زين يمشون لدائرة الماء يودونهم على المحافظة يروحون على المحافظة من المحافظة لدائرة الماء من دائرة الماء للقائم مقام وكل يقول واحد يخاطب الثاني لكن تنفيذ والمشروع لحد الآن متوقف هاي الناس هنا متجمعة على مود الطالب بالماء ما الطالب بعمارات ولا طالب ببنايات ولا طالب بسيارات الطالب بماء اللي هو يمكن أبسط شيء بالحياة زين هاي دعوة إلى الحكومة المحلية إلى قائم مقام الهلال إلى مديرية ماء المثنى إلى الحكومة المحلية بالمثنى تبنوا هذه القضية وفتحوا المشروع لأن هاي الناس ملت الناس تعبت تقول لك أني أريد ماي هاي يعني شلون نغسل شلون نعيش حياتنا إذا بدون ماي مستمرون مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر لمواطن من محافظة صلاح الدين عبر بمقطع مصور عن غضبه تجاه تقصير المسؤولين الدائم في حل مشكلة شحة المياه في المحافظة بسبب هذا المقطع الذي سنشاهده سويا بعد قليل والذي عبر فيه المواطن عن غضبه بسبب حقيقة الواقع الخدمي للمواطنين تم إيداعه في التوقيف بسبب الاعتراض لنشاهد هذا المي استاذ سامي استاذ ابراهيم هذا المي مالنا شوفوا لنا حل عمي ما يصير شوفوا لنا حل ابراهيم الخطاب شوفوا لنا حل سامي الجبر شوفوا لنا حل لا تقول لي روح على حد اسحب شو اسمه شوفوا لنا حل ما اروح على كل احد اريد مي يعني شوفوا لنا حل ماكو مي انا مو كل صافي عاد 500000 شوفوا لنا حل مو رجعت تنباع شوفوا لنا حل ما عندنا مي ما عندنا مي هذا المي مالنا صعد على سطح وين نريد مي ابراهيم الخطاب نريد مي سامي الجبر نريد مي هذا المي مالنا هذا المطار هذا ماكو يصعد ما يبسنا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع ابو محمد يقول اغلب المناطق هيج المي مالتها علي يقول الديوانية تقريبا كلها ماي مجاري يجينا تعليق من نور الهدى تقول أدري وين التعقيم وين التنظيف مو هاي أرواح ناس يا عالم وشامل يقول بس أريد أعرف مشروع ماي 7 صيانته 1,700,000,000 شلون وليش
طيب نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد أبو عبد الله من تركيا، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله، تحياتي لقناة الرافدين. أهلا وسهلا يا أبو عبد الله. مشاهديكم. حياك الله. أخي العزيز، أنا عندي موضوع طارئ إنساني بحت. تفضل. قبل يومين أولادي اثنين، ابني عمره سنة ونص وبنتي عمره 15 سنة. نعم. احترقوا وحاليا بالمستشفى والطفل في حالة يرثى لها. إن شاء الله شفاء العاجل. درجة ثانية والحرق جدا كبير. أنا وضعي كلش تعبان إلى بعد الحدود، حاولت أن أوصل بعض القنوات الفضائية لكن للأسف بدون جدوى إلا حضراتكم قناة الرافدين كانت سباقة بالموضوع واهتمت بالمواضيع الإنسانية. أيضا الأخ هنا بتركيا ناشط محمد الحسيني اتصل بي قبل لا تتصلون بي. حاولت أوصل للقنصلية العراقية باسطنبول بعد محاولات متعبة يعني مهلكة. اتصلوا بي من رقم غير معروف، رقم خاص أصلا ما معروف يعني. مدري شنو قضية. فكانت ابنية تتكلم وياي وشرحت لنا الحالة اللي ديها آني. طيب. قالت لي تمام وما تمام، ومن الكلام الإنساني بعدها بنصف ساعة اتصل بي ولد. قال الجماعة ما يقدرون ما أدري شنو. قلت لقنصلية تمثل العراق وتمثل المواطن العراقي في تركيا. قلت له موضوع إنساني يعني دعم مادي، قنصلية طول بعرض موظفهم يقدرون يساعدون. وين صاير هاي؟ وين ننطي وجهنا للغربة للناسنا للأجانب؟ يقول لك شنو انت وين عراقيين؟ وين القنصلية مالكم؟ وين الدنيا؟ شنو نقولهم؟ ما يفيد وياهم؟ زين يريدون كتابنا وكتابكم. أنا بحالة طارئة. أنا للعلم داعش شوية كسب بالشارع. أنا من الصبح لحد الآن بالشارع يعني بالعملة التركية بجيبي ماكو 10 ليرات. الله يكون بعونكم. متعادل ربع دينار عراقي. وأنا عندي اثنين محروقين بالمستشفى. لحد الآن طلاب مصريين دفعوا مالت 4500 ليرة مال المستشفى، والطفل ما معلوم حالته، ممكن يحتاج عملية، ممكن يبقى 20 يوم. أناشد من خلال قناتكم شكو عراقي يحمل من ضمير وإنسانية قبل كل شيء ويعرف الله، هذا الفوق شكبره دبوا عليه، اللي يسمع صوتي من أي مكان بقاع بالأرض. من العراق، من تركيا، في أي مكان بالعالم، أنه يمد يد العون يساعدني. أنا عندي 6 أطفال، 3 راميهم بالبيت ما أدري مصيرهم هاي يومين. صغار طبعا كلهم، أكبر شيء عندي بنية عمرها 13 سنة والباقي 5 و8، و2 عندي محروقين بالمستشفى أمهم وياهم، وأنا مطارق بالشوارع بين الغربة ما أعرف لمن أتجه، ما أدري وين أنطي وجهي، ما أعرف شو يصير بولادي. الطفل حالته مأيوس منها بشكل الحرق درجة ثانية وكبير. فمن خلال قناتكم يا ناس يا عالم اللي يسمع صوتي عبر هالقناة الشريفة يتواصل ويا القناة رقميهم يساعدني مد يد العون. وكذلك أناشد من خلال قناتكم المسؤول العراقي وينه؟ أنا ما عندي شيء بس أقول مسؤول العراقي وينه؟ إذا أنا متصل بأربع نواب يوعد ويخلف. يا أخي أنا عندي نازلة تموت محروقة توعدني تتكذب علي ليش؟ ليش يعني هي وصلنا للضمير هذا؟ يا أخي اعتذر عادي عندي والله، بس ما تحطني على الشحن وتقول لي صارت أمور لا يعني هي موتت نهاية. هاي وحدة. نحاول نوصل الجهات عليا كل من يسكر بابه. عمي ما طالبين والله شيء، عندي 2 محروقين واقع بالشارع عاني. يعني الدولة العراقية والمسؤول العراقي وأي واحد توقف عليه 20-25 ورقة، وممكن لو تنقذ أولادي لو ما تنقذ والله ما أدري. وين ننطي وجهنا ما ندري، كل الناس تباوى علينا. سيد أبو عبد الله، أولا نتمنى إن شاء الله لأبنائك الشفاء العاجل بإذن الله، والله يكون بعونكم على مصابكم. رقم حضرتك موجود والمناشدة ظهرت مباشر على الهواء للجميع لمن يسمع ولمن يشاهد. وأنا أتمنى أتمنى أيضا صوتي يوصل إلى رئيس البرلمان العراقي. رئيس البرلمان العراقي، رئيس البرلمان العراقي اللي هو السيد محمد الحلبوسي أبو ريكان. بغيرتك أبو ريكان اسمع صوتي.
ووصله الصوتي. نعم. سيد أبو عبد الله من تركيا، يعني كان الله بعونكم، أنا أشكر حضرتك للمشاركة، وإن شاء الله بإذن الله يعني تأتيك المساعدة قريبا. يعني الرقم موجود للسيد أبو عبد الله من تركيا، وهذه مناشدة أطلقت على الهواء مباشرة لحالة إنسانية لأهل الخير، لمن يستطيع أن يساعد، باعتبار أن الحكومة تواصل ويا الحكومة وتخلت، فالرجل يسعى جاهدا لإيصال صوته إلى من يستطيع المساعدة، وهذا الرقم موجود، وإن شاء الله بإذن الله تأتي المساعدة قريبا. سيد أبو عبد الله، نشكر حضرتك، كنت معنا من تركيا، كان الله بعون العراقيين الفقراء والمحتاجين في الداخل والخارج. حكومة تخلت رغم إمكانياتها الهائلة المادية، لكنها تخلت عن العراقيين في الداخل ونست منهم في الخارج. فيعني نتمنى إن شاء الله العراقيين هم، لأنه أصحاب غيرة معروفين وأصحاب نخوة، وإن شاء الله ما ينسون بعض. شكرا جزيلا للسيد أبو عبد الله. نكمل مشاهدينا ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، وننتقل إلى موضوع الكهرباء. أظهر مقطع مصور سقوط الكثير من أعمدة الكهرباء في الطريق الرابط بين ناحية الطليعة بمحافظة بابل وقرية الحمام في محافظة النجف، وذلك إثر العاصفة الترابية التي ضربت محافظات عراقية مؤخرا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في الكثير من هذه المناطق، حيث ناشد أهالي تلك المناطق بإيجاد حل لمعاناتهم بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. لنشاهد. والله هاي الشغل الشيعة شوف هاي الكارثة فعل بس العود ضغط العالي مال قرية آل بشارة واقع كله كارثة إنسانية لا كهرباء ولا دائرة الكهرباء ماكو أي حركة. سنعود بعد قليل مشاهدينا لإكمال المقاطع التي لدينا بشأن موضوع الكهرباء، لكن الآن نستمع لرأي السيد أبو عراق من الفلوجة. تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله يا أستاذ محمد، هذا الأخ أبو عبد الله والله مرض قلوبنا كليتنا والله العظيم. أنا من خلال هذا البرنامج أنا أناشد الشعب العراقي مو الحكومة. نعم. أن يعينون هذا الأخ أبو عبد الله على مصيبته يا أخي. وأبو عبد الله العراقيين ترى كلهم متألمين. نعم. والعراقيين كلهم الله وكيلك متأذين من هاي العصابات والمافيا تاعي. يا أبو عبد الله والله يوسفنا شدتك هاي ما حد يقف وياها، فناشد الشعب العراقي أهل الغيرة الشرفاء الأصلاء أولاد العشائر هلا بأخوكم أبو عبد الله لأن واقع بمصيبة وإلا خارج العراق. وأنا أشكرك أخوي. شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله. أبو عراق من الفلوجة، أشكر حضرتك للمشاركة ويانا. أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل سيد أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، هاي شغلة الكهرباء وغير الكهرباء. نعم. وعندنا أخونا أبو عبد الله من الناشد يناشد الحلبوسي وغير الحلبوسي. يا عمي إيش تناشد غير تناشد واحد براسه غيره واحد براسه تحت الشاربة، يعني إيش تناشد؟ يعني عندك ناس أول لقطة طلعتها نزاع عشائري مدوين بالبصرة مدوين، يعني هذا النزاع العشائري يا أخي هذا السلاح الثقيل، ويقول لك والله السلاح لازم يحصر بيد الدولة. يا دولة منين؟ يا دولة منين يا حبيبي أنت؟ هي يا هالدولة يا حزب منين؟
حزب الفضيلة، حزب الدعوة، حزب المدمنو، هي كلها أحزاب ما شاء الله. يعني أقول لك وهسه من تجي تقيس القضاة كلها مسيرة، قاضي مسير غير القاضي مسير، يعني من تجي تحشي من تحشي تبتلي رأسا يلفقوا لك التهمة، فايل مالك موجود بس ينزل عدد وتاريخ وراح روح بعد ما حد يندلك. وإذا حد يندلوا بالناصرية ويراجعوا هالعام زين تقول ما يندلوه ما يندلوه، أما ينضرب بطلقة ويقول لك والله انهزم من العجلة العسكرية وانضرب وضربنا وقتلنا. يعني سيد أبو عبد الله، يعني أنت تريد تقول بأنه لا يمكن التعويل على هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال، لا بمناشدة لا بمساعدة لا بمعالجة المشاكل والكوارث الموجودة في العراق من فوضى السلاح وأزمة الكهرباء وأزمة المياه اللي تكلمنا في حلقتنا لهذا اليوم عليها. يعني هذه الحكومة شنو دورها إذن؟ يا حبيبي هاي مو حكومة، والله مو حكومة، هم نقول حكومة ماكو. يعني شلون يعني حيش رب العالمين حيش الأديان كلها، يعني مثل ما نكفر على سب الأديان حيش الأديان. يا عمي هاي مو حكومة، ناس عصابات، ناس مافيا، ناس مافيا وعتمشيها ناس من برا أجنبي من برا ماكو. أمريكا تمشي شكل، إيران تمشي شكل، تركيا تمشي شكل، محمد الشاع السوداني يطلع بهذا المؤتمر القمة والله السودان مريدين يروح إلى منزلق. يعني أنت نجار وبابك مكسر. يعني ماكو شيء. هسه أنت دباوع بعبك دباوع بعب العالم يا عمي. أنت العراق مدمور وتقول لي السودان انت دي صالح عندك. يعني هو سؤال بابا. يعني سؤال صدق بهذا الموضوع، هم ما يستحون من يطلعون على التلفزيون او في لقاءات او مؤتمرات دولية يتكلمون عن المثاليات وعن الشعارات وعن محاربة الفوضى والفساد والمخدرات وعن الاستقلال وكذا وهذه الشعارات والقرار السياسي ومن هالسوالف، وهم واحدهم خيرهم بلده ما بيشار عن بلط. يعني بشار الأسد مصيبة حقيقة اجى بالقمة هاي قاعد ينظر، ومحمد الشيعي السوداني ايضا ينظرون، هم بلدانهم عبارة عن بؤر للميليشيات والمخدرات. رحم الله والديك. زين انت تقول يستعونون منين هم الحياة هذول اخوي العزيز انت؟ يعني نعم. طلعوا للكاظم قبلهم، طلعوا للكاظم موخوش او قبل العباد يطلعوا موخوش، ومن يطلع هذا محمد الشيعي السوداني راح يطلعون موخوش. يعني هي وهي تشدب، هي اتفاقية حديدية. نعم حبيبي والله اتفاقية بيناتهم، سلمني وسلمك سلمني وسلمك. طيب. هاي ناس هاي بس هاي مو حكومة عمي. يعني هسه هاي الفوضى مال العشائر ماكو النزاعات والمدري شنو. يعني البارحة برنامج انا دقيت ما حصلت صوت الشبكة، يعني من يطلع واحد من الديوانية نسيت ايش اسمه، وانت حشيت فشح احنا قلت ما نريد ندخل بإرادة ومصرف. يا عمي انت من تحشي على النظام السابق، حشيت على النظام السابق وسوينا شنو؟ نعم هسه انت تحكي عن نظام السابق من هنا لباكر، انت تحكي لي بالحاضر نظام سابق راح من 2003 حبيبي، انت تحكي لي عن موجود صار 20 سنه، صار شنو؟ يوم اسوأ من يوم. يعني طيب. انت تقول راح يجينا فلان زيد من الناس، يجينا زيد من الناس، يجي من قاعد متحلف على البول، لان ماكو حساب، ماكو رقابه، ماكو. سيد ابو عبد الله، نعم انا اشكر حضرتك اكتفي وياك بهذا القدر، وصلت الفكره، شكرا جزيلا للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع بشأن أو من مقاطع بشأن موضوع الكهرباء، ننتقل إلى مقطع آخر يبين الواقع المتردي للكهرباء وسوء الصيانة والرقابة من قبل الجهات المعنية، إذ سقط كبل كهربائي أمام مديرية جنسية الديوانية مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في المدينة. لنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمام مبنى مديرية الجنسية وجامع الإمام علي سقوط التوز كابل على الأرض، والآن يعيق حركة السير. مشاهدينا نستمر مع هذا الموضوع. ناشد مواطن الجهات المعنية لصيانة محولة كهربائية في مدينة الديوانية لكن دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية بالرغم من المناشدات المتكررة للمواطنين. لنشاهد. ما ناشدنا ولا خلينا واحد بالدولة ما ناشد، وكل المحافظة لها علم بهاي المحولة وكلها رحت لها، صار لها 8 أشهر ما قعدت بالبيت، 8 أشهر صار لها أركوض هاي المعاملة، معاملتها من 21 هاي المحولة كملتنا هاي سلاك هاي، لأن هاي نهاية منطقة منا، هاي كلها بيوت، هاي نهاية منطقة
ها ماكو يوصلها بال11 غير من هذا الفرع. هذا الفرع منا ملينا كل يضرب هاي المعاملة. ومستند كامل عد استاذ حيدر حمادي موجود المستند، وكتب بظهره سجاد حميد ورقمي، وخلاه عد السكرتير سيد حكمت، قال ان شاء الله اسبوع 10 ايام بس لا تلح علي. قلت لها هي وهاي صار فوق الشهر هسه احنا ملينا، شوف انه مسؤول يفزع عنه. هاي شوفوا هذا الواصل ابو ال 35 هاي اللي بكلها ساحه من عند المنطقه، هذا هاي اللي الدوائرات واقعه بالقاع، ترى صار سنين واقعه بالقاع. ملينا من الكهرباء، لا كهرباء يجيك ولا واحد يجيك ولا واحد بحالك. سنكمل مع حضراتكم بعد قليل المقاطع مشاهدينا، لكن الآن نستمع إلى رأي السيد أبو علي من الديوانية. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله أتمنى المواطنين لا يشتكون على الكهرباء. ليش؟ لأن عندنا مواطن هنا في ناحية غماس في الديوانية. نعم. اجلت كهرباء، مقطوع الكهرباء عنا يوما، مقطوع السلك، اذا اجل الدائره لقاها فارغه. صورها ونشرها. نعم. ثاني يوم قطعوا الكهرباء عنا فد نوب، شلون تنشر عندنا شلون تنشر هيك؟ قام رجعت الدائره ولقيتها فارغه. نعم. والكهرباء ثلاث ايام شارعنا ما في. لا حمى قانون ولا حمى الدوله. الدوله تحاسب، ما تحاسب المواطن، ما تحاسب الموظف مالته. من تعطي 3 ملايين مليونين ما تروح تحاسبه، حاسب المواطن، حاسب المستهلك، خاصة الضعيف المواطن حاسبه. التأثير بجانا الصيف. احنا ناحية غماس شوفوا جانا الصيف تدري شو يسوون؟ يختارون الوقت ب 14 تموز بالحار، اذا ما تدفع 3 ملايين قص الكهرباء عليك. وانا واحد من الناس عندي مصاب يعني. بس سؤال ابو علي، 3 ملايين مال شنو؟ هاي كل بيت 3 ملايين 4 ملايين يقصها بالصيف، يقصها قصبا ما عليه وعلى عليه يدفع 3 ملايين. يعني 3 ملايين مال كهرباء، مال كهرباء وطنيه يعني 3 ملايين؟ اي هاي يدفع للمولده ويدفع للبيت كل شهرين، كل التاذا وجا قال لك ها قد عليك ادفع قص الكهرباء. قدام الطغيانه بكفره ما استعمل بنا لا قص الكهرباء لواحد ما عنده، وكان المناطق الضعيفه اصلا ما ياخذ معده كهرباء ولا يطلع. الفكره كهرباء. ابو علي، هي النقطه مو بالشخص، من هو الشخص، النقطه انه الكهرباء صارت اساسيات وامر بسيط جدا موجود في كل دول العالم. يعني شنو هي الكهرباء والمي تكون موجوده في البلدان، حتى البلدان الفقيره المحيطه بالعراق العربيه وغيرها، الكهرباء والمي والشوارع المبلطه هذا موضوع اصلا ما يتكلمون به. تعال تكلم لي، عندك عندك صناعات، عندك زراعه، عندك كذا، بعدين نتكلم. اخذوه من فلوس النفط، لا تعطونا نفط، اخذوه من فلوس النفط الكهرباء والماء. ليش انتم المواطن انا ابغى غماس؟ هسه هاي موبايل عندك الصور الفيديوهات من كل على الغماس. 400 شكوى على المواطنين يدبون السجن وياخذون عندك 3 ملايين 4 ملايين. خصية الزراعه عافتها الوادي وشردت. طيب بالمقابل لثلاث ملايين أبو علي، بمقابل لثلاث ملايين تجيكم كهرباء وطنية بشكل مستمر 24 ساعة؟ والله ندفع مولدة وندفع كهرباء. يعني الوطنية شقد تجيكم؟ تجينا على حال المحافظات. يعني القصد تستحق ساعات أربع ساعات. تمام، ثلاث ساعات أربع ساعات تستحق مبلغ 3 ملايين دينار يندفع على كهرباء تجي ثلاث ساعات، قول ست ساعات باليوم، حتى لو 10 ساعات. ليش 10 ساعات؟ ليش ما تجي 24 ساعة؟ أكثر من 100 مليار دولار انصرفت على الكهرباء، وينها؟ ليش ماكو كهرباء؟ أبروح أبيك بس سؤال، العامل يشتغل من الصبح لليل ب 15 ألف، لا يعطيه إلا الكهرباء، شو ياكل؟ شو يشرب هذا؟ نعم. ما تقولوا لي خليه حاسب، كل من ضميره خليه حاسبه. صحيح. يعني غماس ثلاث أرباعها 70% عايشة على الرعاية الاجتماعية. نعم. يعني العايش على الرعاية الاجتماعية، عنده بروح عليه يعطونا 7000 باليوم يعني 100000 بالشهر، عنده شيء. نعم. يعني المهم اللي حاسب ضميره منطقة مستضعفة هاي. سيد أبو علي، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة، وصلت الفكرة. ب 2023 بالقرن الواحد وعشرين صارت الكهرباء أصلا مسألة يعني حقيقة لا تذكر بالنسبة لكثير من دول العالم. شنو يعني الدولة توفر كهرباء؟ هذا الموضوع بسيط. الدول الآن تبحث عن طرق ووسائل جديدة وحديثة في عملية توليد الطاقة الكهربائية، مو احنا
ما عندنا كهرباء اصلا. الناس عبرت هذه المرحله دول كثيره محيطه بنا، الاردن ولا مصر، دول فقيره ميزانيتها اقتصادها محدود، لكن موضوع الكهرباء اصبح امر اصلا لا يناقش، يعني لا يذكر. الكهرباء والمياه هاي اساسيات حياه بلد بمليارات، وبلد نفطي 100 مليار دولار انفقت على قطاع الكهرباء بحسب كثير من المسؤولين، وماكو كهرباء. طيب هاي الفلوس بشنو صرفتوها؟ بشنو صرفتوها؟ على مولدات تعمل بالطاقة بالغاز لكي يستورد من إيران والغاز العراقي يحرق؟ ليش ما تعاقدتوا مع شركات تنشئ محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بكلف لا تزيد عن 10% مما أنفقتوه من عام 2003 لغاية اليوم؟ ونذكر دائما بإنفاق مصر على ثلاث محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية بكلفة 6 مليارات دولار فقط، 2 مليار دولار لكل محطة. ثلاث محطات كل واحدة منها بحسب الأرقام تكفي لإيصال الكهرباء إلى 15 مليون منزل، وإحنا صارفين 100 مليار دولار. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا، أو إلى مقطع آخر ضمن موضوع الكهرباء. أهالي مدينة الديوانية اشتكوا من سوء أداء كوادر دائرة الكهرباء وعدم صيانتها لأعمدة الكهرباء المتهالكة دون أي اكتراث لحياة المواطنين. لنستمع. من المعيب، من المعيب أنه دولة تعتمد على المواطن يصلح لها الأعمدة ويقول له بعدين صلح وأنا جاء أسلك لك الأسلاك. السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. شنو صار وياكم؟ سيدنا ذني الأعمدة وقعن بالمطرة. نعم. وإجوا الولد لي هنا. العاصفة الأخيرة هاي. هاي العاصفة الأخيرة. نعم. وبلغناهم 3-4 مرات وما حط علينا. نعم. وإجوا الولد نفسهم ذولا هالموجودين يمنا. صلحوا الأعمدة. صلحوا الأعمدة وجابوا شفيل وأجروا. نعم. ومن عداها يقول له لا. سلكوهن واحنا نجيكم. والله حلو الضحك والله العظيم. سلكوهن واحنا نجيكم نعطيكم كهرباء. نعم. تمام علاوي. نعم. علاوة عمي تمام. جينا البارحة واقع على الساك بالقاعنا وجماعة من شفناكم نشروكم البارحة والخمسة دولم كل هجت. نعم. جبنا سمنت ورمل واشتغلنا. انتم اشتغلتوا بدينا نفسنا بدينا بعدين جينا نتشلك يا مهندس يا ساد ما يفهم اسمع يا خالي كهرباء مهندس اجى. نعم. عمل ثقة بينا وجاب لك رين الكرين ما فاتنا رجع بعدين تانيناهم ولا 11:30. نعم. جتنا سيارة كهرباء الساعة بالسبعة. نعم. وما اشتغلوا وقالوا جيبوا لنا شفل. جبنا شفل. جيبوا لنا شفر. جيبوا لنا شفر. من سوينا شفر كملنا جابوا الكهرباء. قال عمي ما ترجع ما جاي تصعد. ايه. مالت الرافعة. ايه. رجعنا ب 11:30 هم جبنا شفر من هناك نخونا خينا. نعم. اجى نفس الشيء نفس الموقف سويناه كملنا مقابرناهم ما اجونا اجوا بالصبح راحتهم بعد ما ندري. هاي هي. هذا. يعني ما اعرف ما ولا راح احكي وياكم بعد ولا راح اسولف وياكم بعد. من المعيب اسولف وياكم. يعني المواطن هو يعدل التيل هو يصب هو يجيب رمل هو ينصب هو يعدل معكم مقطع منشور بالهذا شفناه شفته وهذا موثق عليهم ما اعرف بعد هاي بعد شيء هاي امامك شوف لي الاعمده الواقعه الى الساكن الواقعه هاي الى الساكن الواقعه هاي شوف الرابط نتابع الان مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. ماهر يقول باقل حجه او باقل عجه او اقل مطرة راح ينكشف كل شغل الغش او الشغل التلزيقي او شغل الفاسدين واللا مسؤول. لذا نطالب هيئة النزاهة باخذ واجباتها باسرع وقت وتقديم كل من يثبت او يثبت تقصيره او فساده او اهماله باي مشروع او اي عمل الى القضاء. القرعاوي جواد يقول صار ما يقرب 30 سنة ماكو لا تبديل لا صيانة بصورة صحيحة. الحكومة وين ما أدري. المسؤول شنو شغله؟ مخافة الله ماكو. تعليق لدينا من عماد يقول الديوانية دائما منكوبة منهوبة وسقوط الأعمدة هو باب من أبواب الفساد. لو كانت الركائز جيدة لما سقطت الأعمدة. تعليق لدينا من عبد العزيز يقول على وزارة الكهرباء إجراء التحقيق مع مسؤولي مديرية الكهرباء ومهندسيها حول التلكؤ في إصلاح الأعطال الحاصلة في عموم المحافظة وعدم الاستجابة للنداءات المواطنين. ننتقل الآن مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا.
من مديرية الغذائية في محافظة النجف نبدأ ملفنا الرابع، إذ أظهر مقطع مصور معاناة المواطنين خلال إجراء نظام البطاقة الغذائية الإلكترونية، حيث يعاني المواطنون من مشاكل التحديث والرقم السري والوكيل وضعف إشارة الإنترنت عند الوكيل أثناء عملية استلام الحصة التموينية. دعونا نشاهد. أنا واقف على حيل ذو عمي، والله لا طحين لا دهين لا كل شيء، ما كنت الا جوع على وكيلك. يعني هذا تبخر تبخر، الناس ما عندنا عمي ضعفاء بياكلوا الوجبه علينا ولا طجونه. هاي الشيبه، هاي الشيبه اللي بجد ابوك، اللي بجد ابوك والاكبر من ابوك، هاي معاناته وعذاب المواطن العراقي والمواطن النجفي. وين يطي وجهه والمن يشتكي ومن يحل هذا الموضوع مالت البطاقه؟ سويتوا بطاقه الكترونيه تنتقمون من الناس، يروح للوكيل قال له ارجع للغذائيه، يجي لابو الغذائيه قال له فعلتها وحدثتها ارجع لابو الوكيل. وهذا الشهر الناس ما اكلت، الناس معتمده على الغذائيه. مشيت للوكيل. للوكيل. انت عندك بطاقه؟ اي عندي بطاقه الكترونيه. أي. محدثه خاله رقم سري؟ أي. اكو رقم سري. أي. رحتي لابو الغذائيه ايش قال لك؟ قال له ما اعطيك. من يحل هاي المشكله؟ شي سطحين ما اعطيك، قال ما عندي. تمام. شو وين اروح؟ ليش قاعد؟ ليش قاعد؟ ليش قاعد؟ ها؟ شو الزوم؟ لا بالله. والله كان شو يسوي؟ جيد. زين. زين هذا قياس مال شنو ماخذي؟ قياس مال بشر شنو؟ ها؟ تقعد؟ كنت تقعد؟ اي والله كنت اقعد. خلي يشوف السيد وزير التجارة هاي دوائر الدولة مالته مال الغذائية. شوف المواطن شلون قاعد حتى يراجع على تحديث البطاقة، استلام البطاقة مالت المواد الغذائية. يلا هيك حال المواطن يراجع باع الشباك، وشوف المواطن اللي مدنق والقاعد حتى يحدث. المواطن من يكون محترم عند الدولة العراقية يكون الطببة جوا وتخلي له كرسي وتحترم العوق مالته، رجليه مهشمة. قال المواطن بالشمس وبالحار، وهذا التبريد مالت المواطن العراقي وبمديرية الغذائية في محافظة النجف. نتابع التعليقات مشاهدينا على هذا المقطع. زياد يقول: كل احترام للبشر بالدوائر ماكو، أغلب شبابيك الدوائر بالعراق هيج، لو تحدب أو ينكسر ظهرك، لو تقعد على ركبك، هو لو أكو رقابة ما يصير بينا هيج. علاء الموسوي يقول: من دون خلق، أو عفوا من دون خلق الله، من يدخلون أو من يدخلون التكنولوجيا نرجع للخلف، وخير مثال المرور والجوازات والبطاقة الوطنية و يعني من تدخل التكنولوجيا إلى العراق يصير الموضوع أسوأ. علي يقول: تجربة فاشلة ولا تصلح لنا، اليوم رحنا نستلم الحصة، الوكيل يقول إشارة ماكو والمواد الغذائية موجودة ولا أحد استلم، خاصة مادة الطحين اللي هي صارت كل شهرين، ما ذنب المواطن إذا ماكو إشارة؟ طيب حسان يقول: رحت لأبو الغذائية قال ما أجهزك، قلت له ليش؟ قال البرنامج ما جاي يفتح، عوف البطاقة وسجل اسمك واحتمال باكر نجهزك، مو أكيد، وإذا بقت على هذا الحال ما راح نحصل غذائية وراح نجزع ونعوفها، وأمرنا إلى الله ما يسوون شغلة بها حظ. كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. ننتقل معكم الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد في ظل الوعود الحكومية بتحسين واقع الكهرباء المتدهور، بالإضافة إلى غياب الدور الرقابي وعدم صيانة الأعمدة المتهالكة والمحولات، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين. دعونا نشاهد.
علينا بخليج 25 وبيوتنا متروسة ضيوف من كل المحافظات وحتى دول الخليج والانقطاعات مستمرة إلى متى؟ و23 ما بي كهرباء يا اخوان، صلاح الدين ما بيها كهرباء، خلاص تجينا باليوم ساعتين ثلاث ساعات بس زايد، ما غير هذه ماكو خلاص. مشاهدينا نصل الآن إلى فقرة الهاشتاج، واسم اليوم هو إدراج الخريج ضمن موازنة 23. حيدر يقول: أعمارنا لا تتحمل الانتظار أكثر، وسنوات الانتظار زادت عن 15 سنة وأكثر من يوم التخرج إلى يومنا هذا، ولم نحظى بفرصة للتعيين. ميرزا تقول: نحن مع مطالب وحقوق الخريجين القدامى لأنهم أصحاب حق مشروع أن يوفر لهم العيش الكريم بكرامة، لأنهم عطاء معطل، كلا لتهميش الخريجين القدامى الشريحة المظلومة. تغريدة لدينا من أحمد يقول: ألم تسمعوا أصواتنا ونحن نطالب بحقوقنا منذ سنين؟ ألم تصل إليكم مظلوميتنا وكيف تم تهميشنا وظلمنا؟ إلى الآن لم يتم إنصافنا، لماذا؟ وتغريدة من وفاء تقول: الخريجين القدامى طاقات معطلة بسبب سوء الإدارة والتوزيع في الحكومات السابقة. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.